هو مين ده؟ شكله مصري. أنا أعرف. اهلا اهلا. نعم. ايه يا جدع؟ بلاش ارحب بيك. وانا اعرفك؟ هتعرفني. وبما انك جديد في السجن هنا، قاعدتين تحطهم في دماغك. القاعده الاولى ان انا كبير السجن ده. والثانيه؟ ما تنساش الاولى. انا جاي اقضي مدتي هنا وامشي من غير ما اعمل مشاكل مع حد. انا مش اي حد. مصري، تاخد مني النصيحة ولا بلاش؟ بلاش، خليك في حالك. طريقتك دي مش هتنفع هنا. طول ما انت في حالك وجنب الحيط مش هتعرف تعيش. انت محتاج خناقة واحدة بس عشان تقول لهم ان عظمك ناشف ما بيتكسرش. وانت بقى قلت لهم ان عظمك ناشف؟ ما عرفتش، عشان كده بيصعب عليا اللي جاي زيك وتعمل فيه اللي بيحصل ده. كله بوقته، خليك في حالك انت. ايه صاحبته؟ وماله وماله، ما تخافش ما يضرش. بس اوعى تكون فاكر ان هو هيحميك.